بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبي الهدى أمير محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين. أسألك أن تطلع النقرة التعليمية أن تستكمل سلسلة شروحاتها المتميزة. اليوم هنتعاون مع بعض في حل اختبارات أو امتحانات كامبريدج 2014 باللغة الإنجليزية. نستكمل مع بعض سلسلة شروحاتنا المتميزة اليوم برنامج اكسل 2014 وما يعادل من ICDL درجه 5. دائما وابدا تابعونا على قناتنا وقناتكم على اليوتيوب، قناتنا النجار التعليميه على اليوتيوب www.youtube.com/mrtarinnagar او لو قناتنا النجار التعليميه mrtarinnagar1.blogspot.com او منتدياتكم الزطاره www.forums.tecmus.com/forum.php. اسفل هذا الفيديو سوف تجدون باذن الله رابط لتحميل نسخه امتحانات كامبريدج 2014. تعالوا بنا مع بعض للتدريب على الجزء العملي. بعد تصديق البرنامج حيتم انشاء خسارة على سطح المكتب بهذا الشكل، او انك تروح من قائمة ابدأ او قائمة ستارت في اول بروجرامز، هتلاقي تاج كامبريدج اهي، تضغط على الاختيار الثاني مش الاختيار الاولاني، او تضغط كليك يمين وتختار از ادمنستريتور. احنا هنضغط دلوقتي على اختصار دبل كليك اهو، دي من احدى الطرق، وننتظر الى ان يتم استدعاء البرنامج على هذا الشكل. هيتم طلب منك اسم السيرفر او الاي بي. الكلام ده انت لو عندك معلومه عنه هيبقى الامتحان فعلي وليس تجريبي، احنا امتحاننا تجريبي، لذلك هنضغط على زر كلوز. ثم بعد ذلك احنا بنمتحن باللغه الانجليزيه. اود اشير الى ان الاصدار هي 2014 وليست 2010 او 2011، الفيرجن 4.0.0.3. هنبدا نكتب اسامينا او نبدا نكتب رقم سواء باللغه العربيه او اللغه الانجليزيه، ثم نكتب كلمه ديمو كابيتال او سمول، بعد ذلك ديمو دي اي ام او، ثم نضغط على لوج ان بهذا الشكل. هنبدا نتعامل مع بعض على برنامج اكسل او اوراق العمل الالكترونيه او السبريد شيت لما احددها هي اكسل فاونديشن. هذا الرمز الخاص بها. مده الاختبار 45 دقيقه، بيكون على 3 اجزاء، كل جزء 7 اسئله. اضغط على ستارت اجزاء. ار يو شور؟ يس. هننتظر الى ان يتم تحميل الاوفيس، ولذلك يفضل انك تقوم بتصديق اوفيس 2007 او 2010 او 2013 باللغه الانجليزيه، الواجهه بتاعته باللغه الانجليزيه عشان تقدر تستفيد من هذا التدريب. ثم بعد ذلك بيتم استدعاء البرنامج. هنا في ملاحظه بيقول لك الاختبار مكون من 3 اجزاء 3 بارتس. خد بالك وركز معايا من اي حروف زائده اديشنال ليترز اور سبيس مي ريزالت والمسافات، لانها ربما انها بتاثر على النتيجه. هضغط على اوكي. ادي احنا في الجزء الاولاني، ادي الاسم، ادي المده 45، ادي احنا في السؤال السابق. السؤال الاولاني بيقول لك يوزنج ذا فايل منيو اوبن ذا ورك بوك. يعني ايه ورك بوك؟ يعني المصنف او الدفتر اللي هو، يبقى اذا الملف او المستند داخل بيئه الاكسل بيسمى ورك بوك، اللي هو مصنف او دفتر، وكل ورك بوك بيتكون من 3 شيز من 3 ورقات عمل. يبقى الخطوه الاولانيه دائما وابدا اقرا السؤال وجزأه. بس الخطوه الاولانيه انا اروح لقائمه ملف، ادي من قائمه ملف هختار اوبن، ومن اوبن هختار السي، ومن السي هختار كامبريدج ومجله كامبريدج، ثم اختار الملف اللي اسمه بارتشيز، ثم اضغط على اوبن. دي الخطوه الاولانيه. الخطوه الثانيه بيقول لك طيب سالري ترانسفير، اكتب سالري ترانسفير في الخليه بي 1. الخليه تسمى كيف؟ يتم عن طريق اسم العمود ثم رقم الصف. لما يتقاطع العمود مع صف يكون الخليه. اضغط على بي 1 اعرف اذا انها بي 1 من شريط الصياغه هو في نور ابار. ادي بي 1 وادي المحتوى. البعض هيقول لي والله المحتوى دي موجود في، اقول لك لا، المحتوى دي موجود في اي 1. لما تضغط على اي 1 تظهر المحتوى بهذا الشكل. يبقى انت عليك دلوقتي انك تحدد بي 1، تكتب سالري صح عن طريق شيفت والاس اهو. ادي لازم تكتب الزبلينك صح يا شباب. سلل مسافه، ادي ترانس فين. بعد ما كتبت الاسم وتاكدت من السبيلنج وتاكدت من الحروف والكابيتال والسمول تضغط انتر. الكلام ده قال لك ان فرقه العمل اسمها المخزون الفلتوري، ما فيش مشكله، هي دي الورقه النشطه اللي قدامي. بعد ذلك تاخد بالنا الجزئيه الثالثه. يبقى الاول انت فتحت الملف، اثنين كتبت في خليه، ثلاثه تحفظ في الملف. يبقى اروح لقائمه ملف اختار امر حفظ على هذا النحو، ثم بعد ذلك اضغط على اكس. السؤال الثاني، السؤال الثاني بيقول لك طيب يعني اكتب ذا تكست ديلوكيشن ريتيو في الخليه اف 3. اروح للخليه اف 3 هي، احددها على هذا النحو، تظهر قدامي في شريط الصيغ، اكتب ديلوكيشن سمول هي كلها ديلوكيشن، وبعدين المسافه ريتيو على هذا النحو، اضغط انتر. بعد ذلك اقوم بتحديثها. الجزئيه الثانيه ان انا اغير اللون بتاعها الى اللون الاخضر.
هروح من الالوان اهو ستاندرد كلرز اللي هي اللون الالوان القياسيه، اقف عند اللون ولازم يقول لي جرين ما يقولكش لايك جرين، يبقى انت بتختار اللون صح على هذا النحو. برافو عليك. ثم بعد ذلك نضغط على نيكست. صوره رقم 3 بيقول لك طيب ذا فولوينج نمبرز ان سيلز فروم اف 5 تو اف 9. مطلوب دلوقتي انك تدخل هذه الارقام هذه الارقام في المدى من اف 5 الى اف 9. يبقى تقف عند اف 5 تقف كده تحددها، هتظهر قدامك دي طلعت اي يبقى انا غلطت، يبقى تضغط على اف 5. ادي اف 5 ظهرت في الفيلميرا بره اهو، تبدا تكتب 2001 سهم الاسفل، 2002 سهم الاسفل، 2003 سهم الاسفل، 2004 سهم الاسفل، 2005. اكتملت المنظومه، اتاكد انك تقف عند الخليه وهي في نواحي تلاقي فعلا توفي الخليه اف 9، يبقى كده قمت بالادخال. البعض هيقول والله الارقام طلعت انجليزي او عربي، اقول لك لا ما تقلقش، سيبك الارقام خالص، ركز معايا في السؤال الثاني. سؤال رقم 4 بيقول لك طيب ذا نيم محمد علي ان سيل اي 10، يبقى هروح للخليه اي 10 احددها كده يظهر اسمها في شريط السياق، ابدا اكتب محمد الام كابتن وبعدين او اتش ايه ام ام ايه دي. ما تكتبش انت، ممكن يكون اسمك محمد وتكتبه، لا ما تكتبش، اكتب البيانات الموجوده عندك، البيانات الموجوده عندك كابتن سمول نفس الحروف بنفس الطريقه، وبعدين اضغط انتر. ثم بعد ذلك قال لك طيب سفاليو ادخل هذا الرقم في الخليه دي، اروح لدي هذه دي اهي دي 10 نقراها كده صح دي 10، ابدا ادخل الرقم 5 6 7 8 9 وبعدين حرف الزين حرف الزين ثم 4 0 واضغط انتر، يبقى حرف الزين على اساس تكون علامه 10 برافو، ثم اضغط نيكست. بعد ذلك ننتقل بيقول لك فورمات سيلز نسق الخلايا من دي 5 الى دي 10 عمله، يبقى مطلوب ان انا يبقى دي من دي 5 الى دي انا حدد كده اهو من دي 5 الى دي 10، اعرف ازاي؟ اقول لك اهي من 5 الى 10 برافو عليك، يبقى كده عرفنا ان نحدد المدى. ثم هتضغط كليك يمين تظهر قائمه مختصره تختار تنسيق خلايا، ومن تنسيق خلايا هتروح لتبويب كرنسي اللي هي عمله، هتخليه دلوقتي بدون عمله وزود اهو نختار نرم بدون عمله وفي علامتين عشريتين واقول له اوكي، قال لي حفظ ما قاليش حفظ، اضغط على نيكست. السؤال رقم 6 بيقول لك تشينج ذا ويدث اوف الكولم، غير ارتفاع العرض ارتفاع العمود ايه، يبقى هروح للعمود ايه اللي هو الويدز كده اضغط كليك يمين ثم اختار كولم ويدز، ومن كولم ويدز اكتب 25 ثم اقول له اوكي. طيب وبي بي خليها 10، احدد من راس العمود وكليك يمين وبعدين اقول له هو الارتفاع بتاعه اقول له 10 ثم اقول له اوكي، ثم السي نفس الوضع كليك يمين واقول له الكولم ويدز واقول له 10 على هذا النحو ثم اوكي ثم نيكست. اخر سؤال في الجزء الاولاني بيقول لك كليك فيو تاب، اضغط على تبويب تاب، اضغط على تبويب اسف تبويب عرض اللي هو فيو، رحنا على تبويب فيو بيقول لك اختار مصنف او الدفتر اللي اسمه امبلويز، هختاره منين؟ هختاره من سويتش ويندو، من سويتش ويندو اهو اختار امبلويز اخترنا. بعد ذلك قال لك احفظه باسم ريتايرد، سيبك من الامتداد لان البرنامج هو اللي بيعمل اكستنشن على هذا المستوى. طيب هروح لقائمه فايل اختار امر سيف از واكتب ريتايرد ريتايرد، بعد ما كتبت الاسم وتاكدت منه اتاكد ان انا في المسار كامبرج لوكال لوكال سي اقول له سيف ثم اضغط على نيكست. كده خلصت الجزء الاولاني، انتقل الى الجزء الثاني اهو وننتظر ان يتم تحميله. خلاص نبدا نقول له اوكي. السؤال الاولاني في الجزء الثاني بيقول لك اكتب النص ريجنال اوفيس في بي 1، اروح اقف عند الخليه بي 1 واتاكد ان الفيد 1 عن طريق الفيرميورا بار واكتب واتاكد من السبلينج صح على اساس اخد الدرجه كامله، ادي ريجنال اوفيس بعد ما كتبت واتاكد اضغط انتر. بعد ذلك بيقول لك غير التنسيق الخاص الخط الخاص بيها تشينج ذا فونت فورمات تو ايتاليك اند سيف، يبقى هروح احدد نفس الخليه واتاكد انها بي 1 عايزها ايتاليك اضغط على ايتاليك. بعد ما خليناها ايتاليك قال لك احفظها، طالما احفظها بنفس الاسم في نفس المستند من قائمه فايل اختار سيف او كنترول اس او اضغط على اداه الحفظ. طيب بعد ذلك اقول له نيكست. السؤال الثاني يقول لك ان ذا وورك شيت
في ورقه العمل المسمى اللي هي وير هاوسز، اتاكد ان ورقه العمل وير هاوسز اهو، انسيرت تو روز بتوين، ادرج صفين بين كذا وكذا، يبقى هحرك اعطيك كده رايح لحضرتك، ثم احدد الصف التالي واللي بعده كده بهذا النحو، ثم اضغط كليك يمين واعمل انسيرت، فيتم ادراج صفين ما بين هذان الصفين. طيب ايه المطلوب بعد ذلك؟ بعد ذلك يقول لك في الخليه ايه 20، ادي ايه 20، تقف عند الخليه 20 اللي بص هنا موجوده اهي، وبعدين بيقول لك هتكتب نص اسمه ايه؟ نيو مسافه برايسز، نيو مسافه برايسز، واضغط انتر برافو، ثم اضغط على نيكست. بس رقم 3 في الخليه ايه 12 ان سيل ايه 12 تايب ذا تكست جراند توتال، اروح للخليه 12، ادي الخليه 12 من شرط السيل اهوت 12، اكتب جراند وناخد بالنا من السبرنت جراند توتال واضغط انتر، ثم بعد ذلك اخليها فول بولد احددها واضغط على حرف البي بولد او كنترول بي بهذا النحو، ثم اضغط نيكست. السؤال رقم 4 كالكوليت ذا توتال اوف اتش كولن فروم كذا، يبقى هو دلوقتي عايزني احسب المجموع بالنسبه لهذه الارقام، يبقى مطلوب. طب ايه اللي هيقوم بعمليه الجمع؟ انا بحدد كده بقى في المكان الصحيح اهوت، لانه بيقول لك عايزين اتصل في سي 12 الى اي 12، يبقى هتقف تحت سي 12 وتضغط على اداه الجمع التلقائي تصل مرتين كده، ترجع اهوت تقف هنا وتضغط مرتين وهنا ومرتين، انا بفضل الطريقه الكلاسيك دي، كان ممكن تضغط وتسحب بحيث انه يتم نسخ الداله، وده صح انا ما بعترضش، لكن خلينا ناخد نتدرب على الاجابه خطوه خطوه، ثم اضغط نيكست. بعد ذلك السؤال رقم 5 بيقول لك نسق فورمات ذا سيلز، نسق الخلايا من سي 12 الى اي 12، يبقى الاول لازم تحدد المدى اهو، بعد ما بتحدد المدى على هذا النحو ويز تو ديسمال، يكون في علامتين عشرتين وبدون رمز وبولد، ثلاث حاجات، يبقى الاول حددت المدى، اضغط كليك يمين اعمل تنسيق خلايا، من تنسيق خلايا اختار عمله، اتاكد انه بدون عمله نن، لان هو قال لك دلوقتي نو سيمبل بدون رمز او بدون عمله، اتاكد انه علامتين عشرتين واقول له اوكي، ما تستعجلش وما تخطاش وما تضيعش درجه السؤال، كمل السؤال، يقول لك ايت بولد، ذن اجعلها ايت بولد، اجي ضغط على حرف البي ده هو اخليها ايه برضه، برافو عليك، يبقى اقرا السؤال واقرا مره واثنين وثلاثه مستعجل، ثم اضغط على نيكست. السؤال رقم 6 بيقول لك طيب ذا فولوينج ان سيل من سي 4 الى اي 4، هتروح لسي 4 تقف عندها سي 4 لحد اي 4، يعني سي 4 ودي 4 ودي 4، وتكتب ماتريال 1 ماتريال 2 ماتريال 3 وبعدين تغير الاتجاه، نكتب كده مع بعض ادي بعد ما كتبنا ماتيريال مسافه 1 ماتيريال مسافه 2 ماتيريال مسافه 3 في سي 4 وفي دي 4 وفي اي 4، عايزين نغير الاتجاه بحيث ان يكون 45، يبقى تعمل تنسيق خلايا بتحددهم على هذا النحو، تضغط كليك يمين وتختار تنسيق خلايا، من تنسيق خلايا هتختار المره ديت الاينمنت اللي هي محاذاه، وفي المحاذاه في خانه الدرجه تحددها وتكتب 45 وتقول له اوكي، هل طلب ان انا احفظ؟ ما طلبش، يبقى اضغط على نيكست. السؤال رقم 7 والاخير في هذا الجزء بيقول لك تشينج ذا تكست الاينمنت، غير محاذاه الخليه اي 3 بحيث انها تكون هوريزنتال، في الهوريزنتال والفيرتيكال تكون سنتر، يبقى اروح لاي 3 على هذا النحو، على هذا النحو اي 3 واتاكد منها واضغط على كليك يمين، كليك يمين اختار تنسيق خلايا، من تنسيق خلايا هختار الاينمنت، من الاينمنت اخلي الهوريزنتال سنتر واخلي الفيرتيكال سنتر، كده احنا خلصنا، كده احنا خلصنا تمام، اقول له اوكي. طيب بعد ذلك احفظ هذه التغيرات، احفظ هذه التغيرات، تضغط على اداه حفظ، يا اما من فايل تختار امر حفظ، خد بالك احفظ طالما ما اظهرش اسم يبقى ما اختارش سيف اس، ثم بعد ذلك اضغط على نيكست. كده خلصنا الجزء الثاني، تعالوا بينا ننتقل الى الجزء الثالث والاخير من هذا الامتحان، نقوم بعمليه التحميل، ثم بعد ذلك نضغط على كل تحميل الجزء الثالث. الجزء الثالث والاخير، اول جزئيه بيقول لك ان ذا انفونيشن سكيلز ورك بوك، تاكد انك انت في هذه الورقه بالفعل اهوت، مطلوب منك انك تكتب النص تريننج كورسز اوف 2009 في انهي خليه؟ في ايه؟ وان في ورقه العمل اللي اسمها كمبيوتر كورسز، يبقى انا في ورقه العمل اسمها كمبيوتر كورسز في اللي هي انفونيشن سكيلز في ايه 1، في 1 هنبدا نكتب هذه العباره اللي هي تريننج، ادي تريننج كورسز اوف 2009 وتضغط انتر. بعد ذلك بيقول لك طيب يعني اكتب النص ريفيو في الخليه اي 1،
الرابعة الخارجية إيوان، أدي إيوان، تكتب الفيود. بعد ما تكتب الجملة وتأكدت منها تضغط إنتر. مطلوب إنك تنسق الاثنين، تنسق الاثنين بحجم 16 بولد، يبقى أحدد ديت وأخليها بولد وأخلي حجم الخط 16 على هذا النحو، وأروح للفيود أخليها بولد وأخلي حجم الخط إيه 16. تمام كده. ثم بعد ذلك أضغط نيكست. السؤال الثاني، السؤال الثاني بيقول لك إذا كمبيوتر كورسز ورك شيت، إحنا بالفعل في كمبيوتر كورسز كالكوليت، احسب المجموع، عايز نحسب المجموع، وقال لي على الدالة بتاعتي ببقى في الأول عشان أحسب المجموع، وبقول يساوي وبعدين الخلية دي ثم علامة الضرب اللي هي مثلا شيفت و 8 وهو تضغط على الخلية دي وإنتر، ثم بعد ذلك أقوم بنسخها لأنه مطلوب لي الكل الخلايا بهذه الطريقة. بعد كده عملنا عملية الإيه؟ عملية الحساب باستخدام كتابة المعلم. بعد ذلك بيقول لي نسق النتيجة لتصبح العملة جوردن دينار وعلامتين عشريتين، يبقى مطلوب احنا ننسق النتيجة. اضغط كليك يمين واختار تنسيق خلايا، ومن تنسيق خلايا اختار عملة، ومن عملة هبدأ ادور على علامتين عشريتين، ابدأ ادور على الأردن، والعملات العربية كلها هتلاقوها في الآخر خالص. تمام. المفترض ان النظام تطلع بالطريقة دي جوردن، لكن لو طلعت عربي وانت صححت على هذا الأساس بتفقد هذه الدرجة، عشان ما فيش حد يحل الاختبار ويلاقي واخد درجة أقل، لا، لسبب ان عرب الجوردن ديت هي اللي ايه اللي مش متناسقة معاها، وبعدين رغم ان اجابتك صحيحة اقول له اوكي. تمام كده. وعلى 220 برافو عليك. ثم اضغط نكسر. السؤال رقم 3 بيقول لك في الكمبيوتر كورسز ورك شيت احذف الصف اللي بيحتوي على جراند توتال. هتضغط داخل هنا اهو، تروح للصف اللي بيحتوي على جراند توتال، تضغط عليه كليك يمين ثم تضغط على ديليت فيتم حذف هذا الصف. نكست السؤال رقم 4 بيقول لك في الكمبيوتر كورس الشيت غير اللون بتاع التوتال والتوتال اكزيكيوتنج اي تي، يبقى هتروح لده هما الاثنين عايزين نغير اللون لايه الى بلو، يبقى تحدد كده، تحددها، تاكد انك حددتها صح، ثم هيتغير الخط الى بلو، تختار الخط الازرق، لازم يكون بلو مش لاي بلو اهوت، وبعدين تروح تحددها تختار بلو بنفس الطريقه، وبعدين طلب التنسيق مني الى بولد، ارجع تاني احدد واخليها بولد اهوت، نشوف كده، يبقى غيرت نوع الخط الى بلو وتاكد منه غيرته الى بولد، ثم اضغط على نكست. رقم 5 في الكمبيوتر كورس ورك شيت كالكوليت عايز احسب التوتال في دي 9، يبقى عايز التوتال ده اهو، هنا اعمل ايه؟ اضغط على الايتو سام كده مرتين في دي 9 يحسب لي المجموع، برافو عليك، ثم اضغط نكست. بعد ذلك السؤال السادس في هذا الجزء هو سؤال قبل الاخير، يقول لك في الكمبيوتر كورس ورك شيت موديفاي فونت ستايل تكست سيل، عايزين نغير نوع الخط في المدى من جي 3 الى او 10 نخليه ايتاليك، يبقى هتروح دلوقتي من جي اهو نبدا نحدد، ادي من جي 3 يا ريت تقف صح اهو، ادي جي 3 بص هنا اهوت متحدده هي، وابدا اتحرك لحد ما تروح ل الاي، ثم انزل لحد ما بالوضع ده كده تقراها كده من جي 3 الى او 10 عايزها ايتاليك، يبقى اضغط على ايتاليك، ادي بقى بالطريقه دي كده، ثم اضغط على نكست، برافو عليك. السؤال السابع والاخير بيقول لك فرق العمل مطلوب انك تحدد مساحه طباعه من ايه 12 الى دي 16، يبقى دي من ايه هي 12 تبدا تتحرك تتحرك لحد ادي دي تنزل الى 16، تتاكد كده من المدى بتاعك ماشي، المدى سليم؟ لا المدى مش سليم، يبقى من ايه 12 وتروح ل دي 16 وبعدين تيجي نازل نازل كده مظبوط كده، يبقى انا كده حددت المدى. بعد ذلك عايز تعين منطقه الطباعه، تروح البيج لي اوت، من بيج لي اوت هتختار برنت اريا، انت بوب بيج لي اوت هتختار برنت اريا، ثم تقول له سيف برنت اريا، برافو عليك. طيب اخر حاجه بيقول لك احفظ ورقه العمل باسم بلاننج اند انفونشن سكيلز في هذا المسار، يبقى دي اخر حاجه في السؤال النهارده وفي الامتحان، اروح لقائمه فايل اختار سيف از، ومن سيف از اكتب الاسم، اكتب الاسم على هذا النحو، وتاكد ان انا في كامل جي في سي، هل اغير اي اكستنشن او شيء؟ لا، اقول له سيف كده تمام برافو علينا، ثم اضغط نكست اوكي، ثم اضغط فينش ديمو اكزام واقول له يس، برافو علينا كده انجزنا الامتحان في وقت قياسي وبكفاءه عاليه جدا. لو ركزنا على النتيجه اللي ظهرت الشباب 97 ليه ما حصلناش على 100%؟ لو تتذكروا ان العمله بتاعت الدينار الكويتي الدينار الاردني كان المفترض انها تطلع باللغه الانجليزيه جوردن دينار، لكنها طلعت باللغه العربيه، وهنا البرنامج وعاب عليه الخاص بالامتحان انه بيعمل تيبيكال زي ما باللغه الانجليزيه تبقى باللغه الانجليزيه عربي عربي، احنا كده حصلنا على 100% من 97%، تقبلوا تحياتي.
كان معكم طارق النجار من قناة طارق النجار التعليمية. دائما لو بدنا تصلون على قناتنا على اليوتيوب قناة طارق النجار التعليمية على اليوتيوب youtube.com/ مستر طارق النجار، أو مدونة قناة طارق النجار التعليمية مستر طارق النجار www.com، أو متدير كنوز الطارق www.forms.kunuz.com/forms.bhb. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.